عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج نحن هنا. هذه الحلقة مختلفة كيف لا، وهي في هذا المكان الجميل، جائزة الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود لحفظ القرآن الكريم للأطفال المعوقين، التي تأتي فيه شبكة المجد راعية ومغطية إعلاميا وراحيا فضائيا لهذه الجائزة. اليوم نحن في بداية الجائزة وفي هذا اللقاء الذي يعقد مع لجنة التحكيم ومع المتسابقين، حيث يشارك عدد كبير جدا يتجاوز 50 للمنافسة والمسابقة والفوز بإذن الله بجائزة الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود. خلوكم معنا إلى الجائزة. بارك الله فيك يا زياد، شكرا لك. بارك الله فيك، اقرأ سورة النصر. بارك الله فيك يا جبريل، شكرا لك. السؤال الثاني، اقرأ سورة النصر. مشاهدينا الكرام، معنا أحد الأبطال المبدعين من حفاظ كتاب الله، البطل. عرفنا عليك يا بطل. جبريل أبو بكر محمد عليم خاوي. ونعم يا جبريل. جبريل، ودي أسألك أول شيء، ليش شاركت في هذه المسابقة؟ عشان أني بطل. يا سلام عليك، أكيد لأنك بطل. طيب كم تحفظ من القرآن يا جبريل؟ كثير. ما شاء الله تبارك الله. جبريل، ودي أسألك، وش أثر هذه المسابقة عليك؟ هل تستمتع لما تشارك في مثل هذه المسابقات؟ هلا استمتع أشارك في هذه المسابقات. ما شاء الله تبارك الله، كم مرة شاركت في مسابقات مثل هذه؟ في المدينة وفي الرياض. جميل، شاركت في المدينة وفي الرياض. طيب جبريل، ودنا أول شيء نسمع منك كلمة تهديها للناس اللي كانوا داعمين لك في حفظ كتاب الله.
نبغاك تهدي كلمة لبابا وماما واللي ساعدوك. من هو اللي ساعدك؟ بابا وماما. ماما وسلطان بن سلمان وفيصل بن سلمان وسعود بن خالد بن فيصل. الله يسعدك يا جبريل. طيب نبغاك تناظر الكاميرا وتسمعنا شيء، ايش رايك من القرآن؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله واحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. الله يسعدك يا جبريل ويجعلك قرة عين لأبويك إن شاء الله بإذن الله. مشاهدينا الكرام، أما الآن معنا أحد نوابغ والأبطال المبدعين وأحد حفظة كتاب الله. حياك الله يا بطل. الله يحييك. عرفني عليك. بطل محمد عبد الله حافظ جزئين من القرآن. ونعم ما شاء الله تبارك الله يا فيصل، حافظ جزئين من القرآن الكريم. طيب فيصل، ودي أسألك، اليوم أنت مبسوط في مشاركتك في هذه المسابقة؟ لا، وليش لا؟ ليش لا؟ يا سلام عليك يا فيصل. طيب أول شيء ودي أسألك، كم مرة شاركت في مثل هذه المسابقات؟ مرتين. جميل يا فيصل. طيب تحس أنك تستمتع؟ طيب كيف تحفظ القرآن؟ ودي أسألك كيف تحفظ القرآن؟ وين تحفظه؟ في المدرسة ولا مع ماما وبابا في البيت ولا وين؟ والله كل مكان أحفظ، حتى لو عندي بحر. ما شاء الله عليك يا فيصل. طيب ما تتعب؟ لا. جميل ما شاء الله تبارك الله يا فيصل. طيب ودي تسمعنا كلمة لأبوك وأمك وكل الناس اللي ساعدوك. أشكرهم الله طول عمره، أشكر قناة المجدل على هذا الجهد الكبير، أشكر نفسه سلمان بن سلطان على الجهد الكبير. وحنا نشكرك يا فيصل، الله يسعدك يا رب. قبل ما أختم معك يا فيصل، ودي أسمع منك شيء من كتاب الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أحسن عملا، هو العزيز الغفور، الذي خلق سبع سماوات طباقا، وتر البصر الفطر. ما شاء الله عليك تبارك الله يا فيصل، الله يحفظك يا فيصل ويجعلك قرة عين لوالديك بإذن الله. شكرا. عفوا. يعطيك العافية. لجنة التحكيم في هذه المسابقة التي يتكونون من ثلاثة أشخاص، الشيخ أحمد المريشد، بداية كتب الله أجوركم وهنيئا لكم هذه الأجور، وأنتم تسمعون هذا القرآن وتحكمون لأبناء جمعية الأطفال المعوقين المشاركين في هذه الجائزة، جائزة الأمير سلطان بن سلمان. بداية ودنا أن تعطينا بعض اللمحات عن دور لجنة التحكيم في هذه المسابقة. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. دور اللجنة في تقييم تلاوة الطالب من حسن الأداء وتقييم التجويد وأحكامه، وكذلك وضوح الصوت عند الطالب، وفي النهاية دقة حفظ الطالب، دقة الحفظ
وهو طبعا هو الأساس عندنا، لأن القدرات تختلف، لأن في منهم عندهم إعاقة في الصوت، إعاقة في الجسد، وأطفال التوحد كذلك لابد أننا نوضح له ونبدأ له الصورة وكذا. الدرجة من كم؟ الدرجة من 60، من 60 اللي هي حفظ دقة الحفظ. جميل. كيف وضوح الصوت 5 درجات، وأحكام التجويد 15 درجة، والتلاوة 10 درجات، واستيعاب الطالب للسؤال لها 10 درجات. ما شاء الله تبارك الله. تقريبا يعني ما يتجاوز 50 طالبا كان اليوم يعني موجود ومشارك في هذه المسابقة. كيف تقسيم الدرجات من بين لجنة التحكيم؟ 30 أو 20 20 20؟ لا، تقسيم كل عضو لجنة يقيم الطالب تقييم كامل كامل، وفي النهاية يتم الفرز النهائي. جهود مباركة، جزاكم الله خير، وكتب الله أجركم للأستاذ أحمد المريشد عضو لجنة التحكيم. شكرا. الله يبارك فيكم ويجزاكم خير على التغطية وعلى المقابلة. الله يجزاكم خير. الله يجزاك. المسابقة وهذه الجائزة، جائزة الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز، لها دور كبير جدا في نجاح هذه المسابقة. رئيس لجنة التحكيم الدكتور علي بن محمد عطيف، بداية نود أن نتحدث عن دور لجنة التحكيم في هذه الجائزة. لا شك دورها كبير جدا، خاصة في التعامل مع هذه الفئة الغالية علينا جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي ينزل المطر من الغمام ويخرج الثمر من الأكمام، والصلاة والسلام على رسول الإسلام محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه الأئمة الكرام. أما بعد، فلا شك أن لجنة التحكيم في أي مسابقة من المسابقات لها دور رئيس في تمييز المتسابقين والحكم على قراءاتهم وأداءاتهم وحفظهم وما يتعلق بذلك. وإذا كانت المسابقة عامة هذا شأنها، فكيف بها إذا كانت المسابقة لشريحة خاصة هم الأطفال ذوي القدرات الخاصة كما يسميهم صاحب سمو الملك الأمير سلطان بن سلمان. وكما هو معلوم أن لجنة التحكيم تعنى عناية خاصة وتركز تركيزا خاصا في عملها وأدائها في هذه المسابقة، نظرا لخاصية المسابقة ونظرا لخاصية المتقدمين لها ونظرا لخصوصية كذلك الأداءات فيها، فهي تختلف عن غيرها في أداءاتها وفي شروطها وفي ضوابطها وفي أدوات التحكيم فيها. ما شاء الله تبارك الله، كتب الله أجوركم وهنيئا لكم هذه الأجور. الدكتور علي بن محمد عطيف رئيس لجنة التحكيم لجائزة الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز، شكرا لك. بارك الله فيكم، ونسعد بكم وبتغطياتكم أنتم في قناة المجد الشركاء في هذه المنافسة وهذه المسابقة. ولا شك أن هذه الجائزة، جائزة الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز الأطفال المعوقين، هي جائزة فريدة من نوعها في العالم، إذ لا يوجد في العالم مسابقة، على كثرة المسابقات القرآن الكريم لا توجد مسابقة أو جائزة للأطفال المعوقين في الدنيا كلها سوى هنا في المملكة العربية السعودية وفي بلاد الحرمين الشريفين وفي مكة والمدينة والرياض وجدة والشرقية والغربية والشمالية والجنوبية، إذ في كل منافسة وفي كل دورة من الدورات السابقة تعقد
وتشرق شمس هذه المنافسة في مركز من مراكز جمعية الأطفال المعوقين، مرة في عسير، ومرة في المدينة، ومرة في مكة، ومرة في الرياض، إلى غير ذلك. وستتوسع بلا شك لتوسع الفروع. وحقيقة إن لهذه المنافسة جوها الخاص، فيشارك فيها الأطفال المعوقون من دول الخليج العربية الست، ويشارك فيها كذلك أبناؤنا وبناتنا من مراكز الجمعيات، الجمعية جمعية الأطفال المعوقين في مختلف مناطق المملكة. ولا شك أن هذه الجائزة السنية وهذه الأموال التي تبذل قربة إلى الله عز وجل ليست بغريبة على ولاة الأمر في هذه البلاد، فقد دأبوا على خدمة القرآن وعلى خدمة الحرمين الشريفين وعلى خدمة كتاب الله الكريم وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فهناك جوائز متعددة وهناك مسابقات متعددة، وما هذه المسابقة إلا حلقة في هذا العقد العظيم، عقد خدمة القرآن الكريم. شكرا لكم دكتور علي، يعطيكم العافية. الجائزة المباركة، جائزة الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز حفظه الله للقرآن الكريم للأطفال المعوقين التي تقيمها جمعية الأطفال المعوقين بالمملكة العربية السعودية، شاهدنا عدد من النماذج الجميلة التي قدمت هذه التلاوات الرائعة أمام لجنة التحكيم أمانة الجائزة، من نظمت هذا الكرنفال الجميل في هذه الاحتفائية بهذه الجائزة، جائزة الأمير سلطان بن سلمان أمين عام الجائزة الأستاذ عبد العزيز بن عبد الرحمن سبهيم. أنتم في الأمانة اليوم نرى هذا الحصاد الجميل من أطفال مشاركين من شتى بقاع العالم حضروا من أجل دخول لهذه الجائزة، جائزة أمين سلطان سلمان. لو تحدثنا بداية بصفتكم أمينا لهذه الجائزة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى من اهتدى بهديه إلى يوم الدين، أما بعد، فبحمد الله نحن نحصد في هذا اليوم جهود عام كامل بل أعوام سابقة، حيث تنعقد في هذه الأيام الدورة 23 لجائزة الأمير سلطان بن سلمان لحفظ القرآن الكريم للأطفال المعوقين، حيث توجه الدعوة سنويا ومنذ بداية العام الدراسي إلى جميع المدارس والمراكز المعوقين ومراكز التأهيل الشامل وإلى جمعيات تحفيظ القرآن الكريم وإلى مدارس أو قطاع التعليم العام بفرعيه البنين والبنات، كل هذا من أجل أن يتم الترشيح لهذه الجائزة. وكذلك توجه الدعوة إلى دول مجلس التعاون الخليجي في شتى قطاعات متوفرة لديها. بحمد الله استطعنا أو طبقت الشروط رغم تشددها على المشاركين في هذا العام، تقدم حوالي 155 متسابقا، بعد التصفيات قبل 52 متسابقا و44 متسابقة من شتى مناطق المملكة ومن دول مجلس التعاون الخليجي. لا شك أن هذه المسابقة ذات أهداف نبيلة وغايات سامية تهدف إلى تشجيع هؤلاء الناشئة بحفظ القرآن الكريم وتأصيل العقيدة في نفوس هؤلاء الناشئة، إضافة إلى دمجهم مع مجتمعهم ومواكبة أقرانهم من حفظة كتاب الله الكريم في سائر القطاعات الأخرى. هذه المسابقة تتميز عن غيرها من المسابقات الأخرى، إذا كانت المسابقات الأخرى
تقوم فروعها على مقدار الحفظ، لكن الفروع هنا تقوم على نوع الإعاقة. فعندنا في الفرع الأول المعوقون جسديا فقط، وهؤلاء لهم مستويات تبدأ من 15 جزءا، فعشرة أجزاء، فخمسة أجزاء، فجزء واحد. الفرع الثاني المعوقون إعاقة جسدية علوية شديدة مع صعوبة النطق، وهؤلاء لهم مستويات ثلاثة أجزاء، فجزئين، فجزء، فحزب. الفرع الثالث وهو المعوقون إعاقة عقلية أو جسدية أو عقلية أو عقلية وجسدية معا، وهؤلاء لهم مستوياتهم تبدأ من ثلاثة أجزاء، فجزئين، فجزء، فحزب. عفوا، ثلاثة أجزاء، جزئين، عشرين سورة، عشر سور من قصار، من قصار السور من جزء عامة، لأن هؤلاء تعتبر أو هذا الفرع هذا أو هذا المستوى يعتبر هو البوابة التي يبدأ التدرج منها لهؤلاء الأطفال، حيث يبدأون في حفظ عشر سور، ثم ينتقلون بعد ذلك في أعوام أخرى إلى مستويات أعلى بفضل الله. ما شاء الله تبارك الله، جهود مباركة كيف لا، وهي تقوم على تأصيل هذا الكتاب الكريم، القرآن الكريم، ولهؤلاء الأبناء ذوي الهمم العالية. شكرا لكم الأستاذ عبد العزيز بن عبد الرحمن السبهيم، الأمين العام لجائزة الأمين السلطان بن سلمان. وأنا أشكر لقناة المجد هذه الإطلالة الجميلة التي منحتنا إياها لنعرف المشاهد الكريم بهذا المنشط المبارك، كما لا أنسى الدعاء للمولى جل وعلا أن يجزي صاحب هذه الجائزة على ما قدم ودعم، حيث أنه جزاه الله خيرا منذ 23 عاما تكفل بهذه الجائزة ماديا ومعنويا على حسابه الخاص، كما أنه سعى بفضل الله ثم بجهوده المباركة إلى البدع في إنشاء مشروع استثماري خيري خاص لهذه المسابقة في مكة المكرمة. كتب الله أجركم، جزاه الله خير، وأسأل الله أن تكون في ميزان حسناته. شكرا لكم. وصلنا وإياكم إلى ختام هذه الحلقة من برنامج نحن هنا، والتي كانت هنا في لجنة التحكيم لجائزة الأمير سلطان بن سلمان لحفظ القرآن الكريم للأطفال المعوقين، حيث شارك عدد كبير جدا من مختلف بقاع العالم الإسلامي من المملكة العربية السعودية وكذلك من دول مجلس التعاون الخليجي المشاركين في هذه المسابقة التي تأتي رعاية كريمة من صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله. لا شك أن المملكة العربية السعودية تضخ دعما سخيا لهذا الكتاب القرآن العظيم كيف لا، وهو دستورها ومنهج حياتها. نلقاكم على خير بإذن الله في حلقات قادمة من برنامج نحن هنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحن هنا.